دلوقتي هنروح مع حضراتكم ونقول لكم بقى ايه الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده اخر مهله للمزارعين والتجار واصحاب المضارب عشان يختاروا مديريات التموين بكميات الرز اللي متخزنه عندهم. كمان السكه الحديد هتبدا التشغيل التجريبي لقطار تالجو الثاني، وفي ثلاث مباريات قويه في ختام الجوله التاسعه من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هو آخر موعد لإختار مديريات التموين بالمحافظات المختلفة لحائزي سلعة الرز الشعير والرز الأبيض من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الرز المخزنة لديهم طبقاً لهذا الإختار. النهاردة هتبدأ هيئة السكة الحديد التشغيل التجريبي للقطار الثاني في التالجو، وده ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلهم على خطوط السكك الحديد. وكان انطلق أول قطار من محطة مصر برمسيس لمحطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية. النهاردة والعشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في ختام الجولة التاسعة من عمر المسابقة. هيلتقي الإسماعيلي مع المصري الساعة 3:15، وفي الخامسة مساءً هيلتقي الزمالك مع المقاولين، وفي 7 مساءً هيلتقي الأهلي مع سموحة.